نفسك اعمل حاجه فيها تمثيل، ان واحد لابس ماسك ان هو كويس الى ان يقلب القلبه الثانيه، او العمل بيننا انا وحوريه يبقى اللي جاي ده ان شاء الله. هو خبر واحد قريته انا بتهيألي ان ثاني مره بيجمعنا عمل، لا دي مش حقيقه. الغنى بالنسبه لي هو الاساس، انا مغني وبلاقي نفسي اكتر طبعا وانا بغني. كل فنانين كلاسيك بقالهم بتاع 3 4 سنين متلخبطين، ما بحبش البس ماسك قدام الكاميرا، ان الجمهور هو اللي عملنا فلازم عرفنا على حقيقتنا. سيف انا برحب بيك معايا فونتيك وبقول لك الف مبروك على مسلسل غموض. فينك وكلمني عن مسلسل غموض؟ انا كمان مبسوط ان انا معاكم، ويا رب نكون النهارده ضيوف كده خفاف على كل المشاهدين ان شاء الله. اكلمك على مسلسل غموض. المسلسل انتاج وليد سامي واخراج استاذ حسام سلامه وتاليف استاذ فتحي الجندي. معانا بقى طبعا المميز في المسلسل بالنسبه لي او بالنسبه لنا كلنا ان كلنا اصحاب اصلا، يعني حتى قعدنا في البروفه بتاعه بروفه مكتب مره واثنين وثلاثه، كلنا اصحاب في بعض، كنا اتقابلنا سنين مع بعض في اعمال وخارج الاعمال. حتى قابلت فنان نجم محمد نجاتي اول يوم تصوير كان لينا امبارح، فقال لي انا كنت جاي خايف بس ما شاء الله لقيت الاجواء حلوه. قلت له انا ما كنتش جاي خايف خالص لان كلنا اصحاب اصلا. المسلسل بقى اسمه غموض وهو غموض، فنسيب الناس يعني ان شاء الله تتفرج عليه، لانه في تويستات كتير قوي. تفاصيل الشخصيه بتاعتك ايه اساسا؟ الشخصيه فيها تويست برضو، ده اللي عجبني في الموضوع، ان واحد لابس ماسك ان هو كويس الى ان يقلب القلبه الثانيه، فده عجبني ان انا اعمل التويست ده ما عملتوش قبل كده، وكان نفسي اعمله، عايز نفسك اعمل حاجه فيها تمثيل. فالمسلسل ده لما جالي على طول توكلت على الله على طول بسبب التويست اللي فيه، اللي هي النقله. في كمان عمل تاني المدرسه مع حورية فرغلي، ومش اول مره مع حورية، كان في ما بينكم عمل قبل كده من 12 سنه. كانش في بينا عمل، اول عمل بيننا انا وحورية يبقى اللي جاي ده ان شاء الله. هو خبر واحد قريته انا بتهيألي ان احنا تاني مره بيجمعنا عمل، لا دي مش حقيقه. او ممكن يكون في مسلسل هي في انا في مناقشه قابلنا، ممكن مش عايز احرق فكره الفيلم طبعا لان هو في غريب، عشان كده برضو انا توكلت على الله على طول. سالتك في الاول بقول لك فينك، وحشتنا وحشتنا من فكره الغنى. الغنى بالنسبه لي هو الاساس، انا مغني وبلاقي نفسي اكتر طبعا وانا بغني، سواء كان في استوديو او جمهور حي. يعني فيني من الغنى؟ لا انا شغال الحمد لله، بس احنا مغنيين كلاسيك الفتره دي، انا صريح شويه وانا من الناس دي، ما بحبش البس ماسك قدام الكاميرا، ان الجمهور هو اللي عملنا فلازم عرفنا على حقيقتنا، عشان يحبنا حقيقتنا يا اما ما يحبناش. احنا مش انا بس، كل فنانين كلاسيك بقالهم بتاع 3 4 سنين متلخبطين. حتى لو ركزتي في الاغاني اليومين دول لفنانين كبار بيغنوا الشكل اللي انا بغنيه، مش مسموعه بس، بيختاروا كلمات والحان بعيد عنهم، بعيد عن تاريخهم، بعيد عن شخصيتهم، وانا منهم كمان. لكن لسه منزل اغنيه، بقينا نجس النبض دلوقتي من خلال التيك توك، فنزلت كده اغنيه مغرسه مغنيه في استوديو كلام ولحن محمد مجدي، ومش اول عمل اعمله معاه، عملت معاه من حاجه زمان وما شاء الله نجحت جدا. فعملت معاه اغنيه جديده اسمها ضيف شرف، اغنيه حلوه قوي ليها غريبه، مش راجل مجروح بس بيرد بقى رد قاسي، يعني بيرد بجد. انك شخص صريح، وانا احب ان انا اسالك سؤال صريح، تفتكر ان شكل الغنى دلوقتي او الموجه اللي موجوده هي السبب في ان انتوا ما بقيتوش مسموعين زي الاول؟ يعني انت من 17 سنه كان ستار ميكر وكان ليك اغنيتين كانوا لحد دلوقتي انا بحبهم، من اكتر الاغاني اللي هو عاشق بحبه وزي غيرها. لا طبعا مش من 17 سنه بعمل اعمال وبتنجح الحمد لله، عملت اغاني كتير جدا نجحت سينجلز، كل ما خلاص ما وصول المنظومه اتغيرت بقت عباره عن سينجلز بس، عشان التواصل وسيله التواصل بينك وبين الجمهور بقت عباره عن يوتيوب او ابلكيشنز. يعني في الابلكيشنز دي ما بتقبلش البوم مره واحده، انا بحرق البوم مره واحده، فبقينا نعمل اغنيه كل كام شهر سواء كانت مصوره او مش مصوره. لكن انت بتقولي احنا ما بقيناش مسموعين، لا طبعا مسموعين، لا ليه في جمهور بس احنا والجمهور متلخبطين. والنجاح الاغنيه اللي انت بتقدمها اوكي مش زي نجاح الاغنيتين اللي ما انت تديني فرصه اجاوب. لا طبعا نجاح الاغنيتين قدام دول دي مسابقه خارجيه من الحسابات خالص، اول ظهور للفنان جديد كل حاجه فيه كانت غريبه شكلا واسما، واغاني اللي مقدمها في العصر ده كانت الناس كلها كانت بتدور على ايه المقسوم اللي رقص، ناس انا كنت بدور على ايه الناس تحسه، فكنت مختلف في كل حاجه، فده طالع من الحسابات، دي حاجه طبعا حلوه يخد، يعني اصلا صعب تعديه. انت في لحد النهارده بروح اغاني في اي حفله بتبقى كانها نشيد وطني الاغاني دي، لكن الجمهور واحنا متلخبطين، فالمسؤوليه هنا عند مين بقى؟ وانا بوجه ده من خلالكم طبعا عند الانتاج.